السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين لكم، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق كما قلنا، ونبدأ من ملفات التظاهرات التي تتزايد يوما بعد آخر في ظل الإهمال الحكومي لشرائح كثيرة في المجتمع بعد أن بدد الفساد أموال العراقيين، في وقت تواجه الحكومة التظاهرات الغاضبة بالحديد والنار. البداية ستكون من التظاهرات التي نظمها المحاضرون وأصحاب العقود أمام مبنى وزارة التعليم العالي للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم أسوة بأقرانهم في باقي الوزارات. طبعا تحولت هذه التظاهرة إلى اعتصام مفتوح قبل أن تشرع قوات مكافحة الشغب بالاعتداء على عدد من المعتصمين. لنشاهد. واحد من ربعنا طقوا الشغل، شوفوه اعتدوا على واحد من ربعنا، شوفوه اعتدوا على واحد من ربعنا طقوا طابق الشغل. شباب ارجع بكانك يا ولد، يطلع من هذا بس تعالوا هنا، تعالوا. نستمر مع موضوع التظاهرات مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مقطع آخر. في غضون ذلك اعتدت القوات الأمنية بالضرب على متظاهري عقود مفوضية الانتخابات أمام وزارة المالية في بغداد. الاعتداء يأتي لمجرد تجديد موظفي عقود مفوضية الانتخابات احتجاجاتهم أمام وزارة المالية، ولمجرد مطالبتهم بتثبيتهم على الملاك الدائم. أظهرت مقاطع مصورة إجبار القوات الأمنية المتظاهرين على الانسحاب من أمام مبنى الوزارة بالقوة، وتطالب هذه الشريحة من المتظاهرين بالتعيين على الملاك الدائم أسوة بغيرهم من موظفي العقود الذين جرى تسوية أمورهم مع وزارة المالية. لنشاهد. مشاهدينا الكرام، نستمر مع ملف التظاهرات وننتقل إلى تظاهرات أخرى، قضية أخرى. عدد من المتقاعدين في بغداد نظموا اليوم تظاهرة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء في بغداد. هذه التظاهرة للمطالبة بزيادة الرواتب وتطبيق الفقرات القانونية التي كفلت لهم حقهم في الزيادة والتي تعطل الحكومة تطبيقها. شارك في التظاهرة العديد من المتقاعدين المدنيين والعسكريين من الجيش السابق قبل أن تفرق قوات مكافحة الشغب تلك التظاهرة بالقوة وتعتدي على المتقاعدين دون مراعاة لسنهم في مشهد وصف بالمؤلم. لنشاهد. باكر مش على هذا اليوم على التاسع داني هذا التاسع
دفع لا دفع لنستعرض بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا المقطع في موقع فيسبوك. سمر تقول: والله عيب على كل واحد من قوات الشغب يمد إيده على الشيبة البيضاء، يعني هو مد إيده على والدة، حسبنا الله ونعم الوكيل، هيك يصير بينا. تعليق من قيس الهيتي يقول: زيادة رواتب المتقاعدين حق كفله الدستور، لماذا التأخير في تطبيقه والاعتداء عليهم ظلم وجريمة، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. نور الساعدي تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، القوات الأمنية باكر هم تصيرون متقاعدين ويصير حالكم حال هذه الناس، اتقوا الله. وضمن التعليقات من أبو وسام السوداني يقول: دولة لا تحترم كبار السن ولا تحسن معاملتهم وهم يطالبون بحقوقهم المشروعة التي سلبت منهم، لا خير فيها على هذه الدولة. أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل. حياك الله أستاذ محمد. إحنا نعرف التظاهرات بالعراق من 2003 ولحد الآن، التظاهرات من حين ما تكون أنه يخرج شعبها أو طلابها أو أي شريحة من المجتمع، فهي شريحة رادة للشعب ورادة عمومة الوطن اللي تعيش به من ضمن هاي الحكومة اللي تحكم العراق من 2003 لحد الآن. التظاهرات الطلاب عندنا هم صفوة المجتمع أو لبوة المجتمع، هم اللي يصنعون الحياة، هم من يصنعون هذه الوزارات وتوظيفهم في توظيف يعني بالمناصب اللي يكون لهم تليق لهم حسب الشهادات اللي عندهم وحسب الدرجات، اللي يبنون دولة، اللي يبنون وطن، اللي يكون تعتمد عليهم الدولة من أجل تقدم الوطن، من أجل تقدم هذه الوزارات، ومن تقدم كل وزير اللي مسؤول بها من هذه الوزارات، أن يكون أنه لها شعب ولها يكون عندها ناس مفهومية وعندهم ناس تقدم، ناس عندهم اللي بالعلم كيف أنه هاي البلد ينشأ، كيف أنه يتطور. أريد منك ماشي نعم أبو عمر بهاي النقطة، أنا وياك والكلام واضح، لكن هو رغم أنه اللي تفضلت بي مع هذا، هناك ترهل بالقطاع العام الحكومي باعترافات أيضا حكومية وبتقارير دولية تؤكد أن العراق لديه فائض كبير جدا من الموظفين الحكوميين بالإضافة إلى الفضائيين. هذا العدد الكبير يؤدي إلى ترهل في القطاع العام، يعني بالمختصر الدولة ما تتحمل توظيف جديد في القطاع العام، هناك يجب أن تكون بدائل بتنشيط القطاع الخاص وما إلى ذلك، طبعا خطط يفهم بها المختصون، لكن بالمختصر العراق لديه تخمة بعدد الموظفين الحكوميين وطبعا هناك الفضائيين. لكن أريد منك تعليق على المقطع اللي عرضناه يتعلق بالمتقاعدين العراقيين من الجيش السابق ومن المدنيين، تعامل بإهانة، اعتداء عليهم بالضرب، كبار في السن لا تقدر قيمتهم ولا تقدر الخدمات اللي قدموها، شنو تعليقك على هذا الشيء في الوقت اللي احنا نشوف به البرلماني ورئيس الوزراء اللي متهم بالفساد أو متهم بقتل العراقيين يحصل على التقاعد أو يحال إلى التقاعد بعد كم سنة لم يقدم فيها أي شيء للعراق؟ بالنسبة لنشوف التظاهرات اللي قاعد نشوف قوات الشغب وقوات الحكومية اللي يعني تأذي الناس وتقمع الناس، خاصة الناس اللي كبار اللي مع احتراماتي لهم، اللي هم يعني الشيء في رأسهم والعمر اللي إلا احترامه، لكن للأسف أكو عندهم القانون سلطة الأحزاب، القانون عندهم احترم تحترم، فهذا الإنسان اللي يكون محترم ومحترم نفسه والحكومة تحترمه، لما أنه يتعدى على هذا المواطن اللي أكبر سنه، اللي قد هو أبوه، اللي قد هو جده، اللي قد هو عمه، هذه دلالة على أنه ليس لهم احترام وليس لهم أخلاق وليس انه مفهوميه لهم بانه هذا المواطن انه بيريد حقه ويعبر عن حقه
يريد من الحكومه انه لا تفضح الحكومه بانه الطريقه هاي نقولها بانه هو محتاج الى زياده الرواتب، زياده انه تحسين وضعه، لكن للاسف الحكومه لا انها هي محترمه ولا انه عندها قوات شغب وقوات امنيه محترمه تحترم هذه. وصلت الفكره ابو عمر. نعم انا اشكرك، شكرا جزيلا، كنت معنا من بغداد. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوعنا الآخر في هذه الحلقة ضمن المقاطع التي نعرضها، وننتقل إلى القطاع الصحي الذي يعاني منذ عقود من تراجع في العراق. منذ عام 91 وفرض الحصار شهد العراق تراجعا متسارعا في النظام الصحي قبل أن تتفاقم الأمور بعد الاحتلال في عام 2003، بالرغم من زيادة مبيعات النفط حتى وصلت إلى 3,800,000 برميل يوميا، إلا أن الوضع الصحي في البلاد لا يزال يشهد مزيدا من التراجع. ومن مظاهر التراجع هي غياب الأجهزة الطبية التخصصية في العديد من المستشفيات والمستوصفات الطبية، ومنها ما سنعرض الآن مستشفى الشرقاط العام في محافظة صلاح الدين، والذي لا يوجد فيه أي جهاز لغسل الكلى كما تؤكد مصادر طبية من هناك. لنشاهد. السادة المتابعين والمشاهدين، نحن الآن في مستشفى شرقاط العام، وحدة غسيل الكلى هذه اللي أمامكم، هذه البناية تم تشييدها منذ ما يقارب 10 أشهر أو أكثر، لكن لحد الآن رغم المطالبات والمناشدات وقابلنا مدير الصحة والمكتب ماله عدة مرات اتصلنا بهم، لم تجهز بالأجهزة المطلوبة اللي هي أجهزة غسل الكلى، رغم معاناة الناس اللي تحتاجها والمواطنين اللي أصحاب الفشل الكلوي وجاي يروحون محافظات الشمال أربيل ودهوك وسليمانية ويغسلون غسل بلازمة اللي هو بملايين يصرفون، والغسل العادي الديلزة يروحون للموصل وأيضا المحافظات الشمالية، لكن والمتاعب، لكن مدير صحة صلاح الدين ودائرة الصحة غير مهتمين بالموضوع ولا دايرين البال، وكأنما هم عايشين خارج العراق ولا مهتمين أبدا للموضوع، ما نعرف الضمير مالهم بش وقت يصحى بش وقت يكون بالهم يما هذا الناس الفاين حظها، الناس الجاي تموت مئات المرات يوميا. مشاهدينا الكرام، نستمر مع هذا الملف وننتقل إلى مقطع آخر من محافظة صلاح الدين إلى ناحية المشاهدة شمالية العاصمة بغداد، حيث أكد مواطنون من هناك أن المركز الصحي للناحية والذي يقع على الطريق السريع الدولي لا توجد فيه طوارئ ولا أي مستلزمات تقدم لإسعافات أو لإسعاف الحالات الطارئة، في ظل تسجيل وقوع العديد من الحوادث المرورية على مدار الأسبوع. دعونا نشاهد. مناشدة الريد طوارئ بالمشاهدة، مركز صحي المشاهدة، مركز صحي المشاهدة، المنطقة شكبراتها وشقد، قل لي إيش كم حادث يومية يصير على هذا الطريق بغداد الموصل، بغداد الموصل. البارحة كان اكو حادث، جاب لي جاسم الشبلاوي مقلوب بالمطار، جابه المجمع. زين هذا ما جيبه ما يودي هذا فاطس ميت، زين وين يروحون دول؟ زين العالم وين تروح؟ بس فهموني يا ناس، يا عالم وين تروحون؟ طريق التاجم، يعني طريق التاجم مكسر، طريق الطارمية مكسر، كلها مكسرة، يعني هذا ما يودوني البغداد هذا ميت. زين اكو صالة ولادة موجودة وين؟ بمركز صحة المشاهدة، صالة ولادة موجودة بمركز صحة المشاهدة، هذا مركز صحة المشاهدة. فرحمة لوالديكم وزير الصحة الحسناوي، عيني رحمة لأمك، ريت طوارئ بالمشاهدة. مدير عام دكتور سعد المحترم، طوارئ بالمشاهدة. نستمر مع ملف القطاع الصحي مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مقطع آخر. من مظاهر الانهيار في القطاع الصحي هي ظاهرة الأخطاء الطبية ونقص الخدمات وغياب الرعاية التي لطالما تؤدي إلى تسجيل العديد من الوفيات، ومنها ما سنشاهده الآن، حادثة لوفاة طفل في مستشفى الزهراء في مدينة الكوت، إذ يؤكد والد الطفل أن ابنه تم تحويله من مستشفى النعمانية إلى مستشفى الزهراء وتحديدا لقسم الطوارئ، الذي رفض استقبال الطفل ومعالجته بسبب خلاف بين الأطباء قبل أن ينتقل الطفل إلى رحمة الله، ليسارع الطاقم الطبي إلى الادعاء بأن الطفل وصل إلى المستشفى متوفيا في محاولة للتهرب من المسؤولية. دعونا نشاهد ونستمع لتفاصيل الحادثة من قبل والد الطفل. الطفل جبته من النعمانية وحاله كتاب رسمي مستشفى الزهراء بالكوت،
طبينا المستشفى ما يقبلون يسلمونه. ليش؟ والله ما نسلمه. دكتور حسن رسول يابا ليش ما تسلمه؟ والله ما سلمه. روح صعدوه فوق. صعدنا فوق نزلنا مات الطفل. هسه احنا من الصبح ليه هالسيف لا يقبلون يعطونا اياه لا شهادة وفاة لا يخلونا نشتكي. وحكينا من الصبح ليه سنع شراح منا وطبنا بس هسه قدم دعوته؟ قدم الدعوة اه؟ يقولون لي الدكتور يقول ميت بالدرب وياي دكتورة من النعمانية وياي ابو الاسعاف ايه؟ اذا ذول الاثنين قالوا ميت بالنعمانية احنا كل شيء ماري مات على لين ما يعطون هذا البخاخ. والله حبيت ايد الدكتور قلت له عوف الكتب عوف الهاي انسانية مال الله ما عندك انسانية. قلت له الخاطر ذواب الحسين بس تطيها نفس ما يقبل لما مات. وهسه احنا الناشد كل شريف وبواسط خلي خلصنا من هاي الطرقات السوداء. هو هسه كلها راح تموت. هسه وزير الصحة انت راح تشوف المناشدة. يعني ما تود علي ليش؟ عم تعال شوف الجرائم اللي جاي يصير الموتة. انت مو راح تشوف المناشدة وتغلس. ما يصير التغليشة ما تفيد. تعال شوف المصايب اللي هناك العالم تموت. والله دكتور يموت عمده. لنستعرض بعض التعليقات مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع. حمزة كاظم يقول كل هالمستشفيات هيج تأخذ عدل ترد بتابوت بسبب الإهمال. دكاترة لا فهم ولا إنسانية عندهم. الأستاذ موحان القريشي يقول هذه جريمة ضد الإنسانية ترتكب بحق العراقيين من قبل الأطباء. تعليق من سعيد فرحان القريشي يقول وين هذا اللي يقول الله لا يوفقني على هاي الخدمة خلي يجي يشوف. أبو علي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. السيد أبو علي من الناصرية تفضل. أبو علي من الناصرية موجود؟ السيد أبو علي هل تسمعني؟ أبو علي من مدينة الناصرية في محافظة ذي قار تسمعني؟ يبدو أبو علي غير جاهز. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل إلى قطاع التعليم. لا يخفى على الجميع أن التعليم في العراق بدأ بالانهيار منذ عام 2003 حينما وصل إلى درجة عالية من الإهمال والفشل، وذلك بسبب تدخل الأحزاب بشكل مباشر فيه وتعيين الوزراء والمدراء غير الأكفاء وغير المؤهلين في المناصب التي تتولى الإشراف على العملية التعليمية والتي كانت سبباً في انتشار الجهل وكثرة الأمية بعد أن كان العراق يحتل المرتبة الأولى في محاربة الأمية قبل الاحتلال الأمريكي. من مظاهر الفشل في التعليم ما بات يعرف بالمدارس الكرفانية التي تفتقر لأدنى المقومات التعليمية النموذجية بعد الفساد الذي رافق عمليات هدم المدارس التي بدد الفساد أموالها قبل إعادة بنائها. ومن تلك المدارس مدرسة الإيثار الابتدائية في حي المرتضى بقضاء المحمودية جنوبية بغداد التي يلخص أولياء الأمور فيها واقع الحال. دعونا نستمع له. مدرسة الإيثار جينا الأستاذ حسين مدير المدرسة نريد نشوف يسوون حل أو ما يسوون حل. الكهرباء ماكو، الإداريات تعبانة، كرفانات بالشتاء يتبهدلون يعني أكثر من مرة تكهربوا. ووضع الكرفانات هاي نريد نعرف إحنا شنو الأسباب شوف هاي الناس صور هاي الناس صور الناس هاي صور لا بس هيك بس شوف هاي الناس متجمعة مسؤولين نريد اسمعنا شوفنا اللي نترجع إذا أكو مسؤول وإذا أكو شريف بالدولة وأكو واحد عنده مخافة الله ويقول هذول أبناء بلدي المفروض يفكر بيهم. يعني كانت عندنا مدرسة ما بيها شيء، اجوا فلشوها المسؤولين على القضاء ما عندهم متابعه. صحيح. مقام عنده علم. صحيح. المحافظ عنده علم. صحيح. المحافظ جاب لنا الكرفانات. صحيح. لانه اولادنا قاموا يعبرون غير مكان الشارع. فاحنا نريد حل. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام وننتقل الى مقطع اخر من العاصمه بغداد الى محافظه المثنى حيث رصد مقطع مصور متداول حال الطريق المؤدي الى مدرسه الدراجي والذي تحول لبركة طينية يصعب السير فيها بعد هطول الأمطار. لنستمع الآن للمناشدة التي أطلقها أحد المدرسين من هناك لمحافظ المثنى وإلى مدير التربية وإلى مدير الطرق والجسور والمسؤولين المعنيين في المحافظة لعل وعسى
هناك من يسمع لهم. كادر تدريس مدير مدرسة ما يقدر يوصل للمدرسة مالته، شوف ايش قتلت عن الشارع العام، هاي كلها دفرطين وهاي الطلاب. خل يشوفون المسؤولين بالمحافظة، خل يشوفون المسؤولين بوزارة التربية، خل يشوفون خل يشوف السيد بنكين وزير الإعمار. مدرسة متفضل جاي طلاب الصف الأول ما يقدرون يعبرون هذا الطريق، تلقاهم يم الشارع العام يوصلهم للمدرسة. شوف يا وزارة البلديات، شوف يا سيادة المحافظ، إنه بعد إن أسبوعين نصير سنة 2023 مدرسة ابتدائية عددها أكثر من 250 طالب من 2012 لهسه طريق من الشارع العام يربط بينها وبين المدرسة ماكو. كل الناس شافت المحافظة وغيرها، وصل حتى لرأسي الوزراء المقطع، بس ماكو حل. شنو السبب ما أدري. نطلب من الشرفاء بالحكومة العراقية هسه للطلاب، هاي للطلاب مدرسة من 2012 لحد الآن نسبتها 100%. الموضوع لا ينتهي ولا يتوقف عند هذا الحد مشاهدينا الكرام. مقطع آخر ننتقل بكم من محافظة المثنى إلى مدينة كركوك مركز محافظة التأميم الغنية بالنفط، حيث أظهر مقطع مصور حال طلبة مدرسة الرحيق الابتدائية المختلطة الواقعة في حي تشوباليتشا إذا كان النطق صحيح مقابل الفيلق، بعد أن غمرت مياه الأمطار الطرق المؤدية للمدرسة في ظل انهيار الواقع الخدمي وانهيار البنية التحتية للمدينة. دعونا نشاهد. نستعرض بعض التعليقات مشاهدينا الكرام في هذا الموضوع. أم زيدون تقول والله الله يرحمنا بالمطر لأن خير وبركة، بس العيب بالحكومة المحلية، شنو شغلهم غير يحضرون التصريف قبل الشتاء؟ ما حد يشتغل بضمير. مصطفى يقول سبب غرق مدن العراق بالأمطار هو بسبب عدم إدامة المجاري، يتذكرون وقت الأمطار. تعليق من عامر القريشي يقول هذه معاناة أغلب المدارس للأسف، وسكوت الإدارات شيء معيب، أن ترى زملائك وأبنائك الطلبة يعانون حتى يدخلون المدرسة. تعليق أخير في هذا الموضوع من ماجد المالكي يقول حكومات فاشلة، صار 20 سنة سرقت أموال الشعب العراقي المظلوم وتقسيم الكعكة، والمواطن إلى الله، لا كهرباء لا ماء لا مستشفيات لا عمل لا حصة تموينية. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث معكم. هنا بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم ملفاتنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم، لكن الآن معنا اتصال من السيد أبو علي من الناصرية، تفضل يا أبو علي. الله يسعدك يا أبو جاسم. حياك الله، أهلا وسهلا. يعني أنت أقول لك الضوجة من حكي مني أحكي يا أبو جاسم إلى هاي، أنا بعد ما خاف أخاف الضوج من حكي. ليش أضوج؟ ليش أضوج منك؟ يعني والله من نحكي تقول
خاب مثل حكي مزين، خاب مثل يعني شوف مضايق من نحكي. شوف سيد ابو علي، احنا ما عندنا اي مشاكل بالكلام اللي يتفضل به اي متصل ما عدا بعض الامور، السب والشتم والطعن والقضايا الطائفيه او الدينيه اللي بعيده عن الموضوع، واحيانا يعني بعض الامور الجانبيه اللي تخرج عن سياق القضيه، لكن غير هذا حضرتك مرحب بيك وكل الناس، تفضل. والله يا اخوي انت تسولف على هذول السياسيين، السياسيين هذول مو حكومه، هذول لصوص. تمام. هاي وحده، وهذول يعني مو اهلها، يعني هم هذول يعني شوف تك واحد يعني هو مو حداد وقال انا حداد، مو صحيح، هذول ناس كانوا بالخارج زين وشاردين كانوا من النظام وقالوا احنا من المؤسسه مال السياسيين. سياسه انت زين انت سويت السياسي سويت انت النظام يا الوقره، انت وقرت النظام لو امريكا وقرته، مو صحيح، يعني انت عندك الرفعه ياخذون منا راتب ومنا راتب، زين هم هذول غوغاء زين رفعه سووا ما سووا شيء، مو صحيح شيء، هسه انا من نحكي عن النظام قالوا هذا بعثي زين او بعثي او داعش، عم احنا نسولف حق الله، يعني ذول احنا من جوا لحد الان احنا ما شفنا راحه من عندهم، بس القتل والدماء. طيب نطلع من الظاهر. حضرتك فتحت نقطه سيد ابو علي تتعلق باللي يتقاضون رواتب وهم ما يستحقوها، نجي للتظاهرات المتقاعدين المدنيين والعسكريين اللي عرضناه قبل شويه، ناس عايشه بغلاء، الدينار واقع، الوضع الاقتصادي في البلد منهار، والحياه المعيشيه صعبه وعندهم التزامات، ودوله ما توفر اي خدمات للمواطن، فهو عايش على هذا الراتب التقاعدي، هذا الراتب التقاعدي قليل جدا لا يتناسب ويا مستوى الغلاء، ومع هذا الحكومة من يطلعون المتقاعدين يطالبون بحقهم تعتدي عليهم تضربهم مثل المقطع اللي شفناه. هل من العدالة أنه هذا اللي قدم خدمات للعراق سنين طويلة يعامل بهذه الطريقة السيئة، واللي دمر البلد وخرب البلد وسرق يكافأ بالتحويل إلى التقاعد من برلمانيين ووزراء وحكومات؟ هاي العدالة؟ فقدنا الاتصال. هو سؤال قائم حقيقة للجميع، يعني اللي دنشوفه من عادل عبد المهدي على سبيل المثال، اللي متهم بسفك دماء أبناء العراق من متظاهري تشرين وغيرهم أحيل إلى التقاعد، مصطفى الكاظمي اللي متهم بتنشيط الميليشيات والمتهم ب يعني انهيار الاقتصاد العراقي بحق ابتصار تحويل او تغيير سعر الصرف وغيرها من هذه الامور، اللي اول ما استلم الحكم راح حط ايده بايد الميليشيات ايضا احيل للتقاعد، وكل اللي مروا من برلمانيين ومن حكومات رؤساء وزراء ووزراء احيلوا للتقاعد طيله السنوات اللي من الاحتلال الى اليوم. هل هذه هي العداله في العراق؟ هل هكذا يكافئ من يخدم البلد 30 سنه ويعطى 500 الف دينار عراقي راتب، في حين يحصل اللي استلمها 4 سنين بس حولها إلى خراب يحصل على ملايين الدنانير كتقاعد جزاء لما قدم؟ أبو علي من الديوانية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي حلم كل مواطن عراقي يعيش في بلد آمن مثل كل البلدان، لكن بالعراق يحلم أن يصير مثل هاي البلدان ويحلم المواطن ان يحفظ كرامته بالعراق. نعم. المتقاعد الخدم والمواطن هسه احنا بالجنوب يعني زراعه ماكو، واعلى اجور كهرباء بالديوانيه بالشرق الاوسط عندنا. فوق الفقر مال الديوانيه، فوق ما عندها ماي، اعلى اجور البيت 12 مليون 10 ملايين، الارض 5 ملايين، وكلها شردت، هي الدوله نفسها تدعم الفساد ترى. يعني من يشتكي مواطن على موظف فاسد سنه كامله وبعدين يطلع فارغ من عندها، بس الدوله من تريد حقها من مواطن راسا يلقى قبض عليه يذبه بالسجن، ابطل فلوس ابطل شو اسمه ابطل اعتداءات، هاي الدوله نفسها تدعم الفساد. هي الدوله عندها موظفينها كلها فاسده عايشه على التراكم، يعني المواطن يشوف بعينه الفساد. سيد ابو علي انت برايك ابو علي برايك اللي دا يصير من
تدمير لقطاع الزراعة في العراق هو متعمد من قبل الحكومة أو من قبل الأحزاب؟ والله متعمد 100%. يعني أنا أقول لك يعني عقلات تحلينك للما تشفعي. زين انت الفلاح يزرع لك البات كان يحصل 3 ملايين بالسنة، حتى ما عنده شرب ويقدر ما عنده تحيل ضريبة مال كهرباء. زين النفط هو عدتم ووظفيتهم كل واحد ياخذ 10 ملايين وكل واحد سيارته بمدفع الشدة، هذول الكهرباء. والمواطن والفقير الزراع الفلاح عاف الأرض مالته وراح يشتغل يبيع المقواط بالنجف لو بغداد. هذا أرض الواقع موجود بالديوانية. أتحدى أن واحد يقول كذب. يعني محاربة للفقير وللفلاح. الدولة هاي حاربة ما صاير. والله أتأسف أنه من 2003 عدو صدام، بس أتأسف على الحكومة اللي حملتها السنين وهي طلعت عدو للشعب العراقي وللفقير. شكرا جزيلا سيد أبو علي من الديوانية. طبعا وين موقفنا ويا السيد أبو علي؟ نكمل مشاهدينا الكرام. قطاع الزراعة العراقي المنهار الذي يعاني، تعاني الزراعة في العراق حالها حال جميع القطاعات من الانهيار والتخريب الممنهج منذ عام 2003. وكان طبعا مثل ما قال السيد أبو علي لسوء الإدارة وسوء إدارة الموارد المائية في العراق تأثير مباشر على الفلاح العراقي وتراجع الإنتاج الوفير للمحاصيل الزراعية الذي عرفت فيه بلاد الرافدين، وكانت يوما ما تلقب بأرض السواد نسبة لمزروعاتها الوفيرة، قبل أن يصل الحال بمزارعي العراق بأن يتظاهروا للحصول على حصتهم المائية. وهذا ما حصل بالفعل في محافظة واسط، حينما افترش المزارعون الأرض أملا بزيادة حصصهم المائية لإدامة الزراعة بعد أزمة الجفاف التي تشهدها البلاد. خلونا نشوف. طبعا هاي المشكلة اللي صارت متلازمة وأزلية مع الفلاح الواسطي، الفلاح الواسطي وخصوصا جنوب واسط، أصبحت هاي الحكومة تمارس أبشع صور الإذلال مع الفلاح. هذا الفلاح البسيط صار يقعد هنا بالشارع حتى يحصل له سقوة واحدة، بينما أكون نعرف إحنا ناس متنفذة حصل المياه بالفلوس وبالرشاوي وبالكذا. هذا الفلاح الواسطي صار يقعد بالقاع حتى يحصل له سقوة واحدة. أكو أكبر من هذا الإذلال؟ ماكوش حرب. هاي سلة العراق الغذائية واسط يفترض لها خصوصية بالمياه بالطاقات، لكن إلما نحكي وإلما نسولف. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. طبعا الزراعة تعاني من المحصول المستورد القادم من إيران بشكل خاص الذي يؤثر بشكل كبير على المحصول أو المنتج المحلي ويكبد الفلاحين خسائر كبيرة في ظل تعمد الحكومة إبقاء باب الاستيراد مفتوحا من إيران وبتسهيلات كبيرة دون الاكتراث للفلاح العراقي الذي يعاني الأمرين. لنشاهد الآن كيف أثر المنتج المستورد على محصول الطماطم وساهم بكساده في المحافظات الجنوبية. الشاع السوداني شنو ذنب الفلاح؟ يا الإطاري شنو ذنب الفلاح؟ يتعب أسمدة وبذور وكيمياوي وغاز وما يسد فلوسه ما يسدها. يجي الموسم الفلاح الفقير تفتحون عليه الطماطة التركية المصرية الإيرانية السورية. شو وين دعمكم للفلاح عمي؟ وين دعمكم للفلاح يا حكومتنا يا الإطاريين؟ وين دعمكم للفلاح؟ ها اليوم الطماطة ب4000 دينار ما حد يشتريها. طماطة اليوم ب4000 دينار، شبيها هاي الطماطة عمي؟ شبيها الطماطة؟ شبيها تفتح عليه التركية الإيرانية ماي ما بيها مرقة ما تصير؟ شبيها هاي الطماطة؟ شو وين دعمكم للفلاح؟ وين دعمكم للفلاح عمي؟ وين دعمكم للفلاح؟ شنو ذنب الفلاح؟ ليسات الغاز ما سادها، البذور ما سادها، الكيمياء ما سادها، دين ما موفي. هاي حكومتنا الشيعية عم نتكلم عليكم احنا.
ها بها الطماطه اليوم الصندوق ب 4000 دينار. الطماطم ليست هي فقط المنتج الذي يعاني في العراق او يعاني مزارعوه في العراق، الى الحويجه ايضا المزارعين عبروا عن استيائهم من الاهمال الحكومي لمحصول الذرة الصفراء الذي يصب في تحصين الامن الغذائي للبلد. قال المزارعون انهم تكبدوا خسائر ماديه جسيمه ومديونون بشكل كبير بسبب عدم شمول الذرة الصفراء بخطه التسويق اسوه بالقمح والشعير بالرغم من شمولها بالخطط الزراعيه. عزى مدير زراعه كركوك زهير علي حسين سبب عدم شمول الذرة الصفراء إلى عدم وجود تخصيصات مالية لاستلامها من قبل وزارة التجارة والجهات الحكومية. الآن لنستمع إلى جانب من حديث المزارعين في المقطع الآتي. أنا هذا المحصول الوفير الدولة البيئة المفروض تستلم من عندي هذا المحصول بناء على هي جهزتني. أنا وين أروح بالكيمياوي العفو؟ وين أروح بالمحصول مالي؟ أو أجيب 30؟ أنا مطلوب والله مطلوب 21 مليون. ولحد الان ما حاصل، ما ينطوني سلاح حتى حصد. زين انا هسه سووا قرعه البارحه بالوحده مال زراعه الماحوج تسلسلي 120. زين تسلسلي 120 ما يصادف انه بشهر ونص الله يلحنا السنه. وحدتنا مال ماحوج باسبوع تستلم 14 سياره، 14 سياره تسلسلي 120. امتى يلحنا السنه؟ زين واذا لحنا السنه يستلمون محصولي كله؟ ما يستلمون، يستلمون 30 الباقي. وين اودي اني؟ اني مطلوب واني فلاح واسمي عندك وانت مجهزني بكيمياوي، هاي مشكلة. وهذا كل البلاحين، انا منتخب من البلاحين اسولف باسم اخواني وقرايبي ومنطقتي ويجوز كل بلاحين الحويجة وكل بلاحين كركوك نعاني من نفس المشكلة. المفروض بالوزارة من تدري اكو عندها ارض خصبة ومنتجة وتتوقع انتاج غلة الدونم الى 3.5 إلى 4 طن الدونم الواحد. المفروض محسبة حسابها ساحات استلام مثل قبل مطار اذباع، مطار الملح، ساحات تتعاقد مع الساحات الاهليه وانقل واستلم. انا زين الدنيا مقبل عليه الشتاء ومطر، لا هي هو موطن حتى انا اكيس واضم مخزن. خلونا نشوف سريعا بعض التعليقات مشاهدينا الكرام بهذا الموضوع. ابو عماد الرفيعي يقول: عمي احنا مو دوله، احنا عصابه الله جابها تدمير لتدمير مفاصل الحياه في كل نواحي العراق، من زراعة، من صناعة، من تجارة. أبو زينب الجبوري يقول: حسبي الله ونعم الوكيل يا حكومة يا برلمان، أنتم مسؤولون أمام الله عن الشعب، لماذا لا يتم استلام المحصول من الفلاحين بدل الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة؟ أبو علي الفريداوي يقول: روسيا تستعمل الذرة سلاحا بالضغط على الدول، وجماعتنا آلاف الأطنان عندهم، مو مهم لأن مو رجال دولة. الله يعوض على أخوتنا الفلاحين. عندنا رسالة من أو تعليق من سلمان عوني يقول: منظر مؤلم جدا، وهذا دليل على أن وزارة الزراعة فقط رواتب وصرفيات دون التخطيط لاستلام المحاصيل بسايلوات نظامية في كل منطقة. أبو عبد الله من صلاح الدين معنا من المتصلين، تفضل. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. تعليق منك أبو عبد الله على قضية الزراعة. الزراعة عندك يمك هذا الولد طلع من النجف من يقول يا حكومة يا شيعية يا شيعة. يعني انت من عاد تحكي بالطائفية، انت وينش عتناشد عمي؟ احنا نقول اريد حكومة وطنية. هو ما كان القصد او ما كان الطرح بقصد طائفي سيد ابو عبد الله، يمكن حضرتك ما سمعت زين. هو كان الهدف، كان الهدف انتم يلي تقولون نفسكم محسوبين علينا وتمثلونا، وينكم من خدمتنا؟ هذا القصد بغض النظر هو من اي طائفه او هم من اي طائفه. استاذ محمد، نعم. وقبل يومين اتصلت على الاستاذ عمر، نعم. يقول له لابو الاستوديو، يقول له لا صعد علي البارحه، صعد علي ابو عبد الله. يعني شوف سيد ابو عبد الله، ابو عبد الله اذا حضرتك اذا حضرتك داخل تشارك حتى تفتح هاي المواضيع، فيعني الموضوع احنا اليوم بعيد. انا ردت منك تعليق، اسمح لي حضرتك مرحب بيك ودائما ضيف او متصل دائم في البرنامج. ردت منك تعليق لضيق الوقت، بدل ما تدخلني بقضايا جانبيه واحنا مو بموضوعنا اليوم. انا ردت منك تعليق، ويمكن اعتقد انت حضرتك مزارع، قلت لي بالسابق انه انت مزارع، يمكن المحاصيل اللي تصير عندنا بيها فائض
ومدى تتصرف بالأسواق، الحكومة تحارب المنتج المحلي، ليش؟ أستاذ محمد ما يصير عندنا فاض، كل ما يقول يصير عندنا فاض قل له من توهم. لو أكو شغل صحيح وشغل إدارة صحيح كل فاض ماكو. نعم. كل فاض ماكو. أنت من سعرت الذرة الصفراء 550 وهسه ما عاد تستلم. عزلت للسايلو، يا الفلاح وين يروح بيها؟ نعم. زين اكو افات زراعيه واكو كثير شغلات مثل تكرم الخنزير يجي على 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 اداره البيطره يقول لك والله هذا الدواء منح عندنا سم للخنزير يعني من السم من منح وغيرها من منح يعني انت برايك سيد ابو عبد الله برايك ان الحكومه تحارب المنتج المحلي؟ نعم صحيح صحيح. نعم. طيب سيد ابو عبد الله انا اشكر حضرتك، طبعا اعتذر منك لان الوقت ضيق، وايضا يعني لا تاخذ على خاطرك من اللي صار احيانا بسبب ضيق الوقت نضطر الى عدم استقبال اتصالات. حضرتك وكل الناس وكل المشاهدين الكرام مرحب بكم للمشاركه في برنامج صوتكم عبر قناه الرافدين في اي وقت ترغبون، طالما ضمن وقت البرنامج وطالما ضمن ما هو يخص الموضوع. شكرا جزيلا لك سيد ابو عبد الله. فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام ننتقل إلى فقرة أنت ترى، هي خدمة تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم. أصحاب الأراضي في إحدى قرى قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة القادسية ناشدوا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم. قال أبناء القرية في رسالتهم إنهم يمتلكون أرضا ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وهم حاليا مهددون بالتهجير بعد مصادرة هذه الأرض دون وجه حق وبدون موافقة من وزارة الزراعة ودائرة الأراضي الزراعية العامة وباجتهاد شخصي من قبل محافظ القادسية زهير الشعلان وشقيقه أنور الشعلان وفقا لشهادتهم. لنستمع. معالي وزير الزراعة، رئيس مجلس الوزراء، رئيس البرلمان، السلطة القضائية، اتخلصون شغلتنا. ناشدنا أكثر من عدة مناشدات ولم نجد جدوى أبد لحد الآن، لا واحد خابرنا، لا واحد طلع لنا مسؤول، لا قال هاي قرية بقضاء الحمزة راح يصير كارثة، لحد الآن ماكو. راح يفلشون بيوتنا، رجاء تخلصونا من الناس المتنفذة. نزل علينا أخو المحافظ أنور علي الشعلان، والمحافظ عنده علم 100%، لحد الآن ما نجد أي جدوى من الحكومة، لا من المركزية ولا من المحلية ولا من العشائر. مع احترامات الشيوخ العشائر الديوانية على رأسي، بس هاي مناشدة إلى الشيخ جهاد حسين العبيدي، توصل صوتنا بذمتك وذمة أبوك، هاي توصل مناشدتنا للجهات المعنية، اتخلصنا من الناس المتنفذين، اتخلصنا من التهجير من سنة 57 ولحد الآن، مناشدات بحت صواتنا، إلى متى؟ شيخ جهاد هاي أمانة الله ورسوله، تنقل صوتنا بأمانة إلى الجهات المعنية، والسلام عليكم. مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى فقرة الهاشتاج. طبعا تجذب الوظائف الحكومية ومميزاتها الشباب الباحثة عن تأمين مستقبله في العراق في ظل عدم الاستقرار الوظيفي وقلة فرص العمل في القطاع الخاص الذي يعاني الإهمال الحكومي بعد التدمير الممنهج للصناعة التي تعد الشريان الرئيس لفرص العمل في هذا القطاع. يشكو عشرات الآلاف من الخريجين القدامى ومن مختلف التخصصات من الإهمال الحكومي وعدم الاكتراث بأحلامهم في الحصول على وظيفة مناسبة للشهادة التي حصلوا عليها في ظل ارتفاع معدلات البطالة ووصولها إلى نسب كارثية وفقا لمراقبين. يبدو أن أزمة تعيين الخريجين باتت الموضوع الأبرز الذي يثير اهتمام الشباب العراقي في منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما في منصة تويتر التي تصدر فيها وسم الخريجون يدعمون من يدعمهم. لنشاهد بعض التغريدات. فاطمة تقول: كل عجز ماكو، كفى استهزاء وظلم واستخفاف بالكفاءات المثقفة اللي تعبت وسهرت الليالي من أجل مستقبلهم ومستقبل عوائلهم منذ عام 2003 ولحد الآن نسمع الموازنات فيها عجز والتعيينات مستمرة خلف الكواليس لمن يعطي المبلغ الأكثر ولمن لديه الواسطة. تغريدة من علاء يقول: تعيين الخريجين القدامى
واجب وهو حق مكفول دستوريا. رودي تقول: الخريجون يدعمون من يدعمهم، حان الوقت لإنهاء ملف هذه الشريحة المهمة والقضاء على البطالة من خلال استقطاب هذه الكفاءات المعطلة قسرا عن العمل. ضمن التغريدات أيضا حيدر الطائي يقول: كفى تهميشا وتغييبا وضياعا لحقوقنا، إلى متى نبقى نعاني نفسيا ومعنويا؟ أعمارنا تجاوزت 30 و40 عاما، من ينصف هذه الشريحة المتضررة؟ مشاهدينا الكرام، كانت هذه بعض التعليقات أو التغريدات التي جئناكم بها بشأن هذا الموضوع. طبعا التفاعل كبير وأنتم تشهدون ذلك على أرض الواقع في العراق، هناك تظاهرات مستمرة للخريجين الذين يطالبون بالتعيين أو المحاضرين الذين يطالبون بالتثبيت وغيرها من هذه التظاهرات للخريجين الذين لم تنصفهم هذه الحكومة بإعطائهم فرصة عمل في بلدهم الغني. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.